ناخد بقى بعد كده التكتشر بتاعت القضبان دي والمسامير، هي خامة ميتال دبل كليك، ودي هسميها ميتال. ميتال دي هتاخدها اكتر من حاجة، اولا هياخدها البينز اللي هي دي، وطبعا بما انها ميتال فانا هقول له كلر اوبس كلر، انا ما عنديش كلر. ريفلكتنس شيلد يحط جي جي اكس، فيرنل هقول له ده الكتريك، المفروض انها تبقى كوندكتور، خليها كوندكتور، وهخلي الاي او ار مثلا ب4، وسن تروفنس بسيطه لان ما فيش معدن في الدنيا نظيف بالمنظر ده. في بامب مش هحط اي حاجه في البامب، مش عارف لو جينا نجرب كده نشوف. افتكر ان هو كويس كويس. ريفليكشن سترينجز هقللها بس شوية عشان ما يبقاش ريفليكتيف قوي. تمام، وافتكر كده النتيجة هتبقى كويسة جدا. تمام، حتى لو على فرض احنا جينا قربنا من المسمار وجينا عملنا ريندر، انا شايف نتيجة ممتازة بصراحة. خلصنا من ده. افتكر كمان ان اللي هياخد نفس الماتيريال دي اللي هي الهولدرز دي، هاخد دي واحطها على الهولدرز. نجرب نرمر كده الهولدرز من هنا، هي هتبان في الهولدرز اكتر كمان. جميلة جدا وتمام جدا في الهولدرز. مش هحتاج ده، او مش هحتاجه يعني، نسرع الريندر شوية وبقول لكم نعوضه ازاي بعدين. الرندر طار يعني، افتكر ان الوقت هينزل فرق فظيع، كانت تقريبا نفس الزاوية دي بالظبط كده، كانت دقيقة أو تسعة. تمام، افتكر الدنيا هتنزل جامد جدا بعد ما شلنا الامبيانت اوكلوجن، ولو انه مهم بصراحة بس يعني نقدر نعوضه. تمام، افتكر نزل كتير. تسع ثواني يا حبيبي، تسع ثواني. تمام، ده خلي بالكوا تسع ثواني بعد ما حطينا الماتريال دي. نيجي للي جوه، مش عارف دي انا محتار اديها دي ماتريال عامله ازاي. بفكر ان انا هاخد نفس دي بالظبط، ودي هسميها انر، ويمكن دي عايز اخدها بلون اسود واخد دي هنا. جميل جميل. اما ده هو، فانا عايز اعمل لها ماتيريال مجرد تمبوري،
يعني الماتيريال دي هنسميها بلو جلو. تمام، جلو اللي انا كاتبها دي غلط، هي دي ولا كلر ولا ترانسبيرنسي، انا عايز لومينانس. وهقول لكم ليه اخترتها في الرندر. هاخد الكلر ده، تمام، مش عايز اكتر من كده خالص على فكره، وهسحب ده احطه، مش محتاج اكتر من كده. تمام، اما بالنسبه للاخ اللي هيتحرك اللي هو السويب اللي جوه ده، نفس دي، تمام، بس دي دبل كليك، وهسميها هنا او او او. هو انا في ايه اللي بيحصل؟ هو الكابس لوك بيضيع ال اورنج جلو، وده هيبقى انا جمعته شويه ان هو هيفتح في الاكتر. هروح الديسبلاي وهرجعه، وده هيبقى الاورنج جلو. تمام تمام، افتكر كده احنا خلصناهم كلهم متهيألي. يعني احنا جينا عملنا ريندر هنا كده، النويز ده جاي من الروفنس، لاننا مش مستخدمين طبعا الفيزيكال ريندر. تمام، فلو احنا رحنا للماتيريالية اللي هي السودة دي، ورحنا للرفليكتنس، ونزلنا على لير سامبلينج اللي هي دي، هنا في حاجة اسمها سامبلينج سب ديفيجنز، هي معمولة 4. لو احنا علينا دي وصلناها مثلا 8، وجينا عملنا ريندرينج، زي ما احنا شايفين تمام. بس انا طبعا مش هعملها كده، فانا هروح هنا وافتح لير سامبلينج، وهي سنسيتيف جدا زي ما احنا شفنا. فانا افتكر لو 5 يعني انضف شويه، هي ممكن على فكره دي هتعمل فليكر، بس مش مهم، زي ما قلنا احنا بنتعلم، فاحنا مش بنطلع برودكشن كواليتي، انت مش في شركه، بس انت اهم حاجه افهم الدنيا ماشيه ازاي. ماشي، عشان لما تروح تشتغل تبقى انت فاهم، لكن طول ما انت بتتعلم عادي، حتى لو هتطلع ستيل فريم، بس اهم حاجه تبقى فاهم الستيل فريم ده طلع ازاي. هو ده القصه بتاع السامبلينج. عشان كده بقى شال الحاجات دي، بريح دماغي، واقوم رايح هنا حاطط فيزيكال ريندر. في الفيزيكال ريندر انا كل ما في الموضوع بلارنس دي بقى بخليها 4. هي دي بلارنس ده، هي اللي بتضيع النويز اللي جاي من الريفليكشن. الشادو والامبنت اكلوجن، اصلا ما عنديش امبنت اكلوجن اساسا عشان اديله سب ديفيجنز، لكن عندي شادوز. ونعمل بقى ريندر كده، بصوا لو رحنا هنا وفتحنا لير سامبلينج، خدتوا بالكم قفلها، لان لما بتقلب فيزيكال كل السب ديفيجنز والسامبلينج بتتحسب من ده. الشادوز خليها 2، تمام، ابتدي كده الدنيا هتمشي اسرع فعلا. تمام وبس. فاضل بعد كده اللي هي الخامة اللي فوق دي، اللي هي بتاعت البلاس. لو قلنا دبل كليك ورحنا هنا سميناها جلاس طبعا 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 ملوش كلر، فانا هاخد الاول احطها هنا، مش عايز كلر،
ريفلكتنس هشيل دي، هنشط ترانسبيرنسي. في الريفراكشن معامل الانكسار هقول له ان ده يبقى 1.6 تمام، و ما افتكرش ان انا هغير هنا حاجة. اجرب كده اعمل ريندر. مش هناخد جلاس ابن حلال. تمام. طبعا في الرفلك هو انا مش محتاج اعمل حاجة، يعني انا على الوضع ده انا مش محتاج اعمل حاجة. بس انت لو عايز تديله كالر، لو عايز تديله كالر تروح للابزوربشن ده اللي هو الامتصاص. فانا عايز ادي مثلا كالر يكون زي الفامي شويه، فانا هدي ده كده واعمل ريندر. طبعا لسه ليه؟ لان اللون ده بيمشي 100 سنتي فهو هيعدي اصلا من الازاز. لكن انا لو قلت له مثلا ده يمشي مثلا 20 سنتي، بصوا كده تاني بقى لسه صح، لان دي اصلا سمكها كام؟ ده انا فاكر كان 3 ولا حاجه كده يعني. فانا لو قلت له ده 3 اهي بدات تقفل شويه خلاص. ولو انا غمقت الكالر ده بزياده تمام بدأت تقفل. فانت كل ما هتغمق ده، انا لو قلت له سنتي واحد وجيت عملت ريندر شيل اكزيت ريفليكشن. اكزيت ريفليكشن معناها ايه؟ معناها ان في انعكاس والضوء داخل والضوء خارج. تمام، نوفر شويه كالكيوليشنز. افتكر كده الدنيا وضحت وبانت، حتى شفتوا شايفين الفرق اللي جه هنا. ولون الابزوربشن بدأ يبان هنا اهو. الحتت السميكة هنلاقيها تقريبا معتمة. ماشي، مش عايزة قوي كده، فانا هخلي ده يمشي 10 سنتي بحيث الدنيا تبقى اهدى شوية. تمام، وهخلي في اكزيت ريفليكشن عشان يبقى في ريفليكشن من ناحيتين، في الفرونت سايد والباك سايد. هخلي في بامب. تمام، احط نويز في البامب عشان يبقى في ريفليكشنز بزياده. بس النويز هخليه مثلا اختار، بص براحتك هنا يعني. شوف افتكر ده لو احنا خليناه بتاع 500 مثلا، مش عارف هيبقى ظروفه ايه هنا. هو ده، شايفين البامب عمل ايه؟ خلى الازاز بالشكل الكبير، يعني ممكن نخلي ده 2000 مثلا ونزوده سن ونعمل رندر. هنلاقي الريفليكشنز والترانسبيرنسي على الازاز بقى شكلها حلو قوي. تمام، اوفر شويه 3000. ده ظريف ده. لا صفر بلسترد التربولنس ده حلال. المقاس ده انت هتحتاج تغيره مع النويز. تمام، انا افتكر ان كده كده معقول والدنيا تمام جدا. وقت رندر زي ما احنا شايفين مش ممل. تمام، ونشوف ده هيوصل للاخر. نقوم نصلي الفجر وارجع لكم نكمل شغلنا. وافتكر احنا كده جاهزين على اننا نشتغل على طول.
انا حابب بس ازود بقى، بالمناسبه من طفيت الجي اي لايتس، انا يعني حبيت اوريكم التكنيك ده بحيث لو انت حابب تطلع حاجه بالجي اي انا ضفيته مش هطلعه بيه، حابب تطلعه بيه مفيش مشكله خالص. انا بس هزود الاورنج لايت شويه، وهزود الباك لايت شويه عشان اخد كاستنج كويس، والبلو لايت سنه بسيطه تمام 70 كويس. لو جينا عملنا ريندرينج هلاقي الدنيا كده احسن بكتير من الاول. الازاز ده لو انت حابب تخليه ريفلكتيف عن كده شويه، هتروح في الريفلكتنس هنا في ترانسبيرنسي، هو في ريفلكشن سترينجز وفي روفنس وفي كل حاجه. لير سامبلنج كده كده من الفيزيكال. عايز تضيف اكسترا ريفلكشن، افتكر لو انت حطيت حاجه زي دي وحطيت البلند مود بتاعها باد عشان تشوف اللير اللي تحت، بس انا ما افتكرش ان احنا هنحتاج مش هنحتاجها اصلا تمام. بس ده لو انت حابب حاجه زي كده، حابب ممكن تديها سنه روفنس. كل دي اكستراز على التكتشر بتاعتك. عايز تديها انر كلر ممكن تديها من هنا انر كلر، بحيث يبقى فيه كلر اوفرلاي على يبقى فيه كلر اوفرلاي على الجلاس. اهو هو ده الريفليكشن الزياده اللي حصل. هستنى رندره للاخر ونشوف. دي العيوب. فزي ما قلت انا عشان كده مش حابب الموضوع ده خالص، انا عايز اخلي دي حتى كده. افتكر دي الحته اللي هنا دي كانت جايه من الروفنس، هتتشال بالظبط بالظبط، هي كانت جايه من الروفنس ده لو حتى بواحد، افتكر لو بواحد حتى هتجيب شويه باجز تمام يعني اهي هي دي. فانا مش عايز اي باج من ده خالص، فانا هقفل ده كده وهشتغل على دي على طول. نشوف بقى احنا نعمل ايه في الانيميشن. اولا انا عايز لما اروح لافتر افكت عايز اتحكم في كل حاجه من دول. ليه بقى كل حاجه من دول لوحدها؟ لان لو انا مثلا جيت او وانت شغال جه العميل يقول لك والله انا عايز اغير اللون الاحمر ده، عايزه ازرق، عايزه اصفر، whatever color هو ايه، مش ممكن هرجع لسينما 4D تاني وهرجع للسريد تاني ورندر بتاع 150 فريم تاني عشان حتة color عايز يتغير في ماتيريال. فده لازم يكون عندي الفلكسبيليتي بتاعته. في لو عندي الريفليكشن بزيادة شوية او عندي الشادوز بزيادة شوية او عندي الترانسبيرنسي بنفس الموضوع، فكل ده عايز يبقى ليا كنترول عليه جوه الافتر. نفس الموضوع حاجه زي دي المفروض انها تبقى فيها جلو، حاجه زي دي برضو هيبقى فيها جلو. عشان اعمل حاجه زي دي هنا في سينما لازم اعملها بالجي اي، والجي اي او جلوبال الومنيشن لما بشتغل بيه في خامه فيها لومينانس فعلا بياخد ساعات فعلا كتير على ما يطلع الريندر. فعشان كده بحاول اعوض الكلام ده كله بحاجه اسمها الباسز، ودي اللي بنقول عليها ريندر باسز. يعني ايه ريندر باسز؟ يعني انا بطلع كل حاجه من دول لوحدها، الريفليكشن او الانعكاسات اللي احنا شايفينها دي كلها بتطلع لوحدها، السبيكولرز اللي هي اللمعانات دي بتطلع لوحدها، الشادوز بتطلع لوحدها، الحاجه بنسميها اللومينانس اللي هو اللومينانس دي اللي تشانل دي بتطلع لوحدها،
الكالر ده اللي هو بنسميه الديفيوز بيطلع لوحده. اذا دي بنسميها الريندر باسز. الحاجة التانية، انا دلوقتي في الافتر عايز اعمل كالر كوركشن على الارض مختلف عن الكالر كوركشن على الحرف، يعني انا عايز اغمق الارضيه شويه بس سيب الحرف زي ما هو. او بمعنى او حاجه تانية، افرض انا عايز اجي هنا واخلي دي بدل لون اسود اي لون تاني، دي بس مع ان دول كلهم حاجه واحده بس انا عايز دي بس خلاص. نفس القصه في دي. يبقى اذا لما بحب اتحكم في كل اوبجكت لوحده جوه الافتر ده بنسميه اوبجكت بافر. يبقى اللي فاتوا دول كلهم بنسميهم ريندر باسز، اما اللي الموضوع ان كل اوبجكت يبقى كاليمنت لوحده في الافتر بنسميها اوبجكت بافر. بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز في افتر مثلا احط هنا في النص لينس فلير، او وليكن عايز احط على الارض دي هنا مثلا شويه نباتات، او عايز احط زي سموك او دخان طالع من الجنب. اذا انا عايز احط في الافتر افكت 2 دي اليمنتس بس احطها جوه 3 دي ريندر ده. طب افتر افكت هيعرف منين الكاميرا دي جت منين وراحت فين، او هيعرف منين مكان الحاجه دي بالظبط هنا فين؟ يعني انا عايز احط حاجه في نص التكست، طب افتر هيعرف منين ان المكان ده هو نص التكست؟ ده بنسميه اكسترنال كومبوزيتنج. اكسترنال كومبوزيتنج لان عندنا حاجه اسمها كومبوزيتنج تاج هو اللي بنطلع منه كل القصه اللي فاتت دي، والاكسترنال كومبوزيتنج ده حاجه تانية خالص. تمام، وهندي عليه مثال بسيط. على سبيل المثال لو عايز اعمل مثلا وليكن مثلا زي شعاع جاي من هنا كده بيخبط في حرف الاكس، تمام، والشعاع ده مثلا بيطلع هنا فينور او يخلي النور ده يبدا يشتغل مثلا يعني. فانا عشان اعمل حاجه زي دي انا كل اللي هعمله ان انا هطلع للتوب فيو، هيبقى ده الاتجاه اللي انا همشي فيه. فانا هاخد نال اوبجكت، نال اوبجكت عادي خالص، واحطه هنا مثلا. بس عايز اروح ل كده تمام، وهيبقى فوق الارض كده. اصبح هو هيمشي على الحته دي لان افتكر ان الديسبليسمنت هيغطي الباقي. لكن على كل حال مش ده اللي يهمني، اللي يهمني الاول ان انا اروح كده وهاجي على النال ده واحط اوتو كي فريم. بس هو المفروض يبقى لورا كده، المفروض يبقى هنا كده مثلا. تمام، واطلع لقدام يعني ثانيتين ولا حاجة يكون هوب جه هنا كده. تمام، هي دي الحركة بتاعت النص، او هو ده اللي انا عايزه من هو ده اللي انا عايزه من النص. هو هيتحرك المسافة دي. تمام، بعد ما اتحرك المسافة دي هيطلع في خلال مثلا 20 فريم هيقوم هوب طالع لفوق، وهخليه بس يخش كده شويه يعني هيطلع ياخد الاتجاه ده ورا السنة. تمام، و 20 فريم كمان او 10 فريمات كمان وهيخش ياخد. تمام، حاجه بس كنترول اس. انا بقى عايز ده يروح للافتر بنفس الانيميشن دي. الاول اوعى تنسى تقفل الاوتوكي،
انا عايز ده يروح للافتر بنفس الانيميشن ده، تمام، بنفس الكي فريمز دي. طب دي تيجي ازاي؟ تيجي ان انا لو جيت على النال ده وليكن ده هسميه مثلا لايتنينج انيميشن، هعمل رايت كليك على النال سينما 4 دي تاج وهقول له اكسترنال كومبوزيتنج تاج. الاكسترنال كومبوزيتنج ده ما بيعملش حاجه غير انه بيودي حاجه زي النال دي من سينما لافتر في الانيميشن بتاعها، او انه لما بتحط انت نال هنا ونال هنا ونال هنا ونال هنا ونال هنا ونال هنا بيودي المكان بتاعه للافتر، تمام. فهو ده اللي انا عايزه منه اصلا، هقول له اكسترنال كومبوزيتنج، كل اللي هيقول لك عليه لو سبته زي ما هو كده هيوديه نال، لكن لو قلت له سوليد هيودي دي سوليد. انا مش عايز سوليد، تمام، انا عايز ده يروح نال. اذا ده كده خلاص، ده كده هيروح كانه نال اوبشن. طب الباقي، يعني انا عايز التكست او البتاعه حمرا دي لوحدها، خلاص. طب دي فين اللي هي دي؟ رايت كليك على الاوتر وهروح على سينما 4 دي تاج، المره دي مش اكسترنال، المره دي كومبوزيتنج تاج. كومبوزيتنج تاج ده قصه وحكايه بصراحه، خلاص. انا حالا انا محتاج من اوبجكت بفر، كل اوبجكت بفر من دول برقم. طب هو ممكن الاوبجكت الواحد ياخد اكتر من رقم؟ وهوريها لكم حالا، تمام. الاوتر هديها هبدا من تحت رقم 12 وهقول لكم ليه، تمام. بعد كده الانر، خد ده بس كنترول دراج، ودي هتبقى شيل 12 تبقى رقم 11، تمام. طيب اللي انت محتاجه تاني، انا محتاج الاخ السويب اللي جوه ده، الانر ستروك ده، لا ده، ايوه هو ده، انا محتاج ده. رايت كليك كومبوزيتنج اوبجكت بفر، ده هيبقى رقم 10، تمام. طب انت محتاج حاجه تاني في الافتر تشتغل عليها؟ انا محتاج محتاج ده هعمل له جلو لوحده، خلاص. افتكر هو ده، ناخد ده كده عشان ابقى فاكر اخر رقم كان كام. شيل 10 9، محتاجين مين كمان؟ محتاجين ده اللي نسيناه، تمام. ده هاخد له نفس الماتريالية دي، تمام، اللي هو ده هناخد ده كده يبقى رقم 8. جميل جميل جدا. طب انا بقى عايز التكست دي او البلوك ده كله لوحده، كله كده مع نفسه لوحده، تمام. طب ده ازاي؟ هات بقى طبعا كل دول كده مع نفسهم، هاخد اللاندسكيب هحط لها اوبجكت بافر لوحدها، انا واخد تقريبا لغايه رقم 9، يبقى اللاندسكيب دي هتبقى رقم 8. هات دي كده، اللاندسكيب دي هتبقى رقم 8. لكن بقى دي مع دي مع البنز مع الجلاس مع الستروك مع ده مع ده مع الهولدرز، تمام، مع البين باس، بين باس كده كده مش هيطلع، هقول له Alt G وهسمي دي كلها تكست بلوك، تمام، تكست بلوك. دي لو عملنا Alt كده كل كده بالسلامة. تكست بلوك دي رايت كليك عليها كومبوستنج تاج رقم 1، تمام. تيجوا نبص بص على حاجه، تعال نروح هنا في المالتي باس، هقول له مالتي باس واضيف اوبجكت بافر. انا ضيف لكم واحد ولا اتنين، ده كده كده باي ديفولت محطوط، وهحط اوبجكت بافر كمان، ده رقم 1. اوبجكت بافر ده هخليه رقم 12 عشان اوريكم هو بيطلع ازاي.
لو جينا رحنا عملنا ريندر كده، هشيل بقى الريندرين دول مش محتاجهم في حاجه. تمام، بصوا كده على لاير ده اوبجكت بافر رقم واحد، بس عايز اقوله سنجل باص. ادي اوبجكت بافر رقم واحد، وادي اوبجكت بافر رقم 12. تمام، ده كده رقم واحد. بس خدت بالك من حاجه؟ رقم واحد ما طلعش مع رقم 12، مع ان انا عايز رقم، انا عايز واحد ده يجيب كله وبرده رقم 12 يطلع لوحده. طب بتيجي ازاي؟ تيجي انك انت ما ينفعش تدي، انت دلوقتي عايز كل اللي تحت البيرنت ده يطلع في الاي دي ده، فانت تعمل ايه بقى؟ تجيب كل الكومبوزيتنج تاجز اللي تحت دي، اللي هي ده وده 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 وده. تمام، تجيب ده كده، ده واخد 8،